ولحقها بعد إجراء تخبيط ونقابة التكسيات بجهة باجل متمثل في الترفيع مشط في النقل. هو يوجد في باجة معناتها شيء ماهوش معقول انه عدم وجود التاكسي الجماعي في باجة او نقل جماعي، وجود اشكالية تتمثل في وجود النقل التاكسي الفردي كشكلا والمضمون تاكسي جماعي معناتها بالبلاصة، هذا مخالف للقانون، وهذه اشكالية يلزم الدولة المتمثلة في الادارة يلزمها تتدخل وتحل هالمعادله هذه اللي مش معقول. اي البلاصه بقداش كانت وبقداش ولات؟ هي البلاصه كانت ب 900 مليم، اذا بهم يزيدوا يرفعوها ل 1200 مليم، وهذا مش معقول. معناتها زادوا 300 معناتها في البلاصه 300. واحنا لاحظوا انه التاكسي الجماعي في موجوده في عده مناطق في الجمهوريه، اللي البلاصه كانت ب 750 ولات ب 850، وهذا نوعا ما معناتها مقبول شويه للمستهلك برغم انه تكاليف الحياه برشا، والمواطن راه يتنقل باش يقضي حاجياته وباش يعمل، معناتها مش يتنقل باش يتفرهد ولا للسياحه. معناتها لاحظوا انه من اطراف المدينه ولا من المناطق الريفيه المواطن يتنقل باش يقضي حاجياته الحياتيه وللعمل كذلك، وتكلفه النقل تولي عبء كبير على وتفقد معناتها نقول واحنا في الكورسه صاحب التاكسي زادوا 12 100 معناتها اذا كان معاه اربعه كل واحد فلا هذا مش معقول. احنا نطالبوا الاداره المتمثله في الدوله باش تطبق القانون، باش يكون موجود في باجة هالنقل الجماعي تاكسي جماعي، ويكون موجود تاكسي فردي، وهالزيادة اللي قررتها الدولة مرحبا بها في حدود 15%، واللي يحب ياخذ تاكسي فردي بالعداد مرحبا، واللي يحب ياخذ تاكسي جماعي. أما احنا لاحظوا أنه برشا مناطق في ولاية باجة كيما قرى كيما حمام سالة كيما المنشار كيما كسر مزواري، معناتها الناس تتنقل بسيت اسماعيل بمعاليم معناتها كبيره برشا مشتة وتفصل كاهل. حسب رايك انت اليوم كيفاش يقاطعوا ركوب التاكسي شنو الحل؟ فما نقل عمومي معناتها فما ما فماش هو نقل، اما انا نحكي خاصه انه المقاطعه تكون انه الوزاره مش تدخل معناتها اللي النقل الحضري معناتها اللي في المدينه باشا معناتها انه ينقصوا، خاطر ساعه احنا لاحظوا انه الناس شويه بخل مسافات قصيره وياخذوا التاكسي. معناتها يعملوا شويه سبور حسب رايك انت يمشوا على ساقيهم؟ وهو كذلك احنا ندعوهم لممارسه النشاط البدني وقت التسوق وقت الذهاب والرجوع من العمل. واضح. معناتها المشي لمسافات مش كبيره. مش كبيره معناتها. مسافات قصيره ما تجاوزش كيلو. باهي معناتها واحد بعد ما. خاطر مدينه باجه. واضح. شكرا جزيلا سيد شكيب بن شقر رئيس منظمة الدفاع المستهلك ببرجة. شكرا عمر، شكرا هيفا، شكرا.